لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك. نتواصل أعزائي المشاهدين في لقاءاتنا بجانب بيت الله الحرام في مكة المكرمة، ويسرنا أن نلتقي بأحد الزائرين هنا. أهلا وسهلا بك أخوي. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمك كريم؟ محمد اللوخ. حياك الله، من وين؟ من المغرب. حياك الله، من اي منطقه في المغرب؟ من اقادير، منطقه اعمال في انزقان. حياك الله، الله حدثني عن مكه المكرمه تواجدك في هذا المساء. والله الحمد لله على هذه النعمه وما بعدها نعمه، لله عز وجل يصطفي الانسان وياتي الى هذه الديار المقدسه، فهو اولا يعتبر من ضيوف الرحمن، وخصوصا في هذا الشهر المبارك، شهر الرحمه، شهر المغفره، شهر القران العظيم، شهر تتنزل فيه الرحمات وتضاعف فيه الأعمال، فالإنسان يكون جد سعيد حينما يعيش هذه الروحانيات، وخصوصا بجوار الكعبة المشرفة اللي هي أطهر البقاع التي شرفها الله عز وجل، فهذه نعمة والحمد لله. الحمد لله. لأول مرة تأتي إلى مكة المكرمة؟ لا، هذه المرة السادسة. ما شاء الله، المرة السادسة. طيب، وش الشيء اللي حز على إعجابك واستحسانك هنا وشد انتباهك في مكة؟ والله الحمد لله، مكة بلد الله الحرام كلها راحة وطمأنينة وهدوء، والعبادة في أعلى المستويات، فنحمد الله عز وجل. مكة بلد الأمن والاستقرار والهدوء والراحة والطمأنينة، فإبراهيم عليه السلام أول ما نزل في هذه البقعة الطاهرة، وأول ما دعا به، وأول ما طلب الله عز وجل أن يجعل هذا البلد آمنا، ثم الرزق، حيث قال ربنا رب اجعل هذا البلد آمنا وارزقهم من الثمرات، الأمن ثم الرزق، فالسعادة كل السعادة والراحة كل الراحة حينما تنزل في بلد أو في دولة معينة وفيها الأمن والاستقرار والهدوء، فنعمة كذلك ما بعدها نعمة. طيب، حدثني عن رمضان في المغرب والمنطقة التي تعيش فيها بالتفصيل، لأن أنا قبلت كثير من المغاربة ولكن أنا أبغى التفصيل، يعني كيف يكون؟ نعم، المائدة المغربية في رمضان ففيها كل المشتهيات، الأنواع من الأكل، ثم الطبخ المغربي معروف على الصعيد العالمي، ثم كذلك الأجواء الروحانية كذلك في المساجد، مساجد المملكة المغربية تكون مملوءة بالمصلين، وحتى الناس اللي ما يصلوش في رمضان يصلون في رمضان ويستمرون على هذه العبادة في خارج رمضان، هناك فئة قليلة تتراجع، ولكن هناك فئة كثيرة تستمر على هذه العبادة. طيب، على ماذا يحرص المغاربة في رمضان؟ يحرصون على شيء معين؟ نعم، يحرصون على ملء المساجد، ثم نظافتها، خصوصا استقبال المصلين في هذا الموسم المبارك، ثم كذلك الإقبال على تلاوة القرآن، والإقبال على مراجعة القرآن بالنسبة للحفاظ والمرتلين للقرآن، هذا يكون قبل رمضان في شعبان، وحتى ينكبون عليه كذلك في رمضان الذي هو شهر القرآن وشهر الرحمة وشهر المغفرة إلى غير ذلك ما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا لك، نتمنى لك طيب الإقامة. شكرا، بارك الله فيك، شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم أعزائي المشاهدين ومع ضيوفنا في هذا البرنامج وضيوف بيت الله الحرام في مكة المكرمة، ويسرنا نلتقي بأحد الزائرين هنا. أهلا وسهلا بك أخوي، حياك الله. أهلا بك. اسمك كريم؟ أحمد محمد الخوالد. حياك الله أخوي أحمد، من وين؟ من سوريا. حياك الله، من أي منطقة في سوريا؟ من درعا. درعا، حياك الله، شرفتنا. حدثني عن تواجدك في مكة المكرمة هنا. والله تواجدي، جيت أعمل عمرة أرشون، والله يجيهم الخير، فاعلين الخير، ما يعني بعملوا كل شيء الحمد لله، وما هم قصرين، الله يخليهم ويطول عمرهم. لأول مرة تزور عمرة ولا لا؟ عملت ثلاث عمرات. ما شاء الله، ثلاث عمرات وحجتين. ما شاء الله. نعم. في اختلاف عن العمرات السابقة ولا نفسها؟
لا نفسها، بس انه اختلف يعني طرقات الحرم بس يعني. نعم. طيب كيف الاجواء الرمضانيه في مكه، كيف شايفها؟ والله حلوه. تمام، غير شكل. ايش اللي شد انتباهك هنا في مكه؟ والله الصلاه والعباده اهم شيء هنا، عرفت؟ وقلت لك يعني في يعني هنا ما شاء الله يعني الخير واجد وكل شيء يعني واجد الحمد لله. طيب ممكن تصف لي رمضان في سوريا كيف يكون يعني بشكل عام؟ انا ما بحدد شيء معين، بشكل عام اتكلم. الله يفرجها على سوريا ان شاء الله باقرب وقت ممكن، عرفت شلون؟ والله ينصر المجاهدين في كل انحاء العالم وفي اي بلد مسلمه بالعالم. الله ينصرهم ان شاء الله عن قريب العاجل يا رب. اللهم امين. اللهم امين. الله يسلمك. يعني ما في شيء معين تحدثني عنه بشكل عام؟ والله سوريا صار لي 4 سنوات ما دخلت يعني. وللاسف انه الاوضاع سيئه. الحمد لله. واسوء من وين تكون يعني في الاردن؟ أنا لا، أنا عندكم هم سوريا حدود الأردن بحي القريات، بالقريات، محافظة القريات. وجبت عيالي يعني لهون والوالدة معي الحمد لله، فضل من الله. الحمد لله. عشان يعني الحمد لله سلموا بحالهم والبيت والهذا راح. الحمد لله على كل. الحمد لله. نتمنى لك طيب الإقامة هنا عندنا في المملكة العربية السعودية، أيضا في جوار مكة المكرمة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. وفقك. شكرا. تسلم. الله يخليك، طول عمرك يا رب ويجزيكم الخير ويطول أعماركم. اللهم آمين. شكرا. مدى الحياة إن شاء الله. شكرا. نتواصل أعزائي المشاهدين في لقاءاتنا بجانب بيت الله الحرام في مكة المكرمة، ويسرنا أن نلتقي بأحد الزائرين. أهلا وسهلا بك أخوي، حياك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا اسمي أحمد مساوي من المغرب. حياك الله. من أي منطقة في المغرب؟ الشمال المغرب من الناظور. حياك الله. حدثني عن تواجدك في مكة المكرمة هنا. أنا مدة عدة مرات أنا ندخل مكة. ما شاء الله. طيب كيف شايف الأجواء الرمضانية في مكة؟ أجواء رمضان الحمد لله، الحمد لله الذي وفقنا ووفق المعتمرين في هذا الشهر المبارك وشهر الرحمة والمغفرة والتوبة. الحمد لله في هذا الشهر المبارك. الحمد لله. من أي منطقة في المغرب أنتم؟ من منطقة من الشمال المغرب، الناظور. الناظور. طيب حدثني عن هذه المنطقة، يعني على ماذا تشتهر في؟ في المغرب. يعني المنطقة دي؟ منطقة الناظور. نعم. منطقة كويسة والحمد لله. في منطقة ريفية. ريفية. اي نعم. منطقة ريفية في المغرب. فيها مزارع يعني ولا؟ فيها مزارع، فيها البحر، فيها السماء، في كله. طيب ايش تزرعون في المزارع عندك هنا؟ في مزارع، في حبوب، في جلبانة، في بطاطا، في كله. ما شاء الله. كله معيشة كويسة إن شاء الله الرحمن الرحيم. ماذا تعمل أنت هناك في المغرب؟ أنا مغرب شيخ. أنا نجي مرشد ديني مع الوكالة. ما شاء الله، مرشد ديني مع الوكالة. مع الوكالة. يعني معك الآن معتمرين مغاربة تأتي إلى هنا مكة المكرمة. معي 5500 معتمر. طيب شعورهم بما أنك أنت؟ الشعور في هذا الشهر أو بغير الشهور الحمد لله، ومكان مقدس محترم، يحترمون السعودي، يحترمونا كثيرة، إحنا مغاربة يحترمونا كثيرة، والحمد لله إحنا علاقة مع المغرب مع السعودية علاقة طيبة. الحمد لله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ملكنا وملك السعودية، أن يحفظهم ملك المغرب وملك السعودية، أن يحفظهم ويحفظ شعبنا وشعب السعودي. اللهم من فتان. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم واحفظنا ومن أراد بنا كيدا، اللهم اجعل كيدهم في نحرهم. اللهم ويحفظكم أنتم إن شاء الله الرحيم. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتواصل أعزائي المشاهدين في لقاءاتنا بجانب بيت الله الحرام في مكة المكرمة وفي هذه الليالي الرمضانية الكريمة، ويسرنا نلتقي بأحد الزائرين هنا والمعتمرين. فأهلا وسهلا بك أخوي، حياك الله. أهلا وسهلا بك. اسمك الكريم؟ أحمد الشبلي من سلطنة عمان. حياك الله. من أي منطقة في السلطنة؟ والله من شمال الباطنة من صحار. حياك الله من صحار. أخوي أحمد، حدثني عن تواجدك في مكة المكرمة هنا. طبعا في البداية أنا أوجه شكري وتقديري للحكومة السعودية والشعب السعودي على هذه الضيافة والضيوف بيت الله الحرام. طبعا كان تواجدنا قبل يومين، انطلقنا برا من سلطنة عمان إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، والحمد لله كانت الظروف مهيئة لأداء هذه المناسك وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى. طيب قلت لي أنت تأتي عن طريق البر. نعم. كم كانت مدة الرحلة؟ تقريبا يعني في حدود 18 ساعة تقريبا. طيب كان فيها تعب ورهاق اكيد؟ والله نحن قسمناها على جزئين، يعني كانت انطلقنا تقريبا بعد صلاة الظهر من سلطنة عمان، وتقريبا الفجر كنا بعد الرياض يمكن 150-160 كيلو. اقمنا طبعا بعد على الساعة الخامسة، طبعا اخذنا استراحة لمدة 5 ساعات الى تقريبا الساعة 11، ثم واصلنا المسير الى مكة المكرمة مباشرة. ما شاء الله.
طيب حدثني عن منطقة صحار في عمان، على مدى تشتهر هذه المنطقة؟ ها، ولاية صحار طبعا هي إحدى ولايات شمال الباطنة، كانت سابقا هي عاصمة عمان، كانت تكنى بمزون. طبعا الولاية بها العديد من المقومات، سواء كانت السياحية التاريخية الأثرية أيضا. تعدادها طبعا يفوق 60,000 نسمة تقريبا. تشتهر بالعديد من المقومات، مثل عندها فيها قلعة صحار، توجد بها منطقة صناعية، هي بشكل عام تعتبر حاليا المنطقة الصناعية في عمان. طيب ايش تصنعون بشكل عام يعني؟ وفيها طبعا صناعات مختلفة، الغالبية طبعا تتركز في صناعة البتروكيماويات. ايضا عندنا كلية للعلوم التطبيقية، عندنا جامعة صحار، عندنا العديد من المدارس ايضا ثنائية اللغة. طيب انت اتيت من عمان الى المملكة العربية السعودية لعدم نسك العمرة، انت والعائلة ام معك الاصحاب؟ والله انطلقنا نحن وزملاء العمل والاصدقاء، يعني خططنا طبعا لهذه الرحلة قبل رمضان، والحمد لله رب العالمين، الله وفقنا ان نجتمع على قلب رجل واحد وانطلقنا الى المكان. طيب هل واجهت صعوبة ومتاعب اثناء الطريق اثناء قيامك بعد مناسك العمرة؟ الحمد لله رب العالمين، كل الظروف كانت مهيئة لاداء المناسك. لأول مرة تأتي لمناسك العمرة ما تأتي؟ حاليا تقريبا لها المرة الثالثة. ما شاء الله. أيوة. طيب صف لي الأجواء الروحانية والرمضانية في مكة المكرمة، كيف طبعاً شايف؟ الأجواء الحمد لله رب العالمين لا توصف، يعني ربما الواحد يعني تخون الكلمات وتخون العبارات لوصف الأجواء الرمضانية هنا، يعني من قيام وصلاة ومناسك عمرة، كل الظروف مثل ما قلت لك يعني مهيئة لاستحضار القلب واستحضار الشعور لأداء مناسك العمرة. الحمد لله. طيب ولاية صحار، ما هي الموائد الرمضانية في ولاية صحار وكيف تستقبلوا رمضان وما هي استقبالكم رمضان بشكل عام يعني في صحار؟ طبعا بحكم أننا من سلطنة عمان، طبعا الأجواء الرمضانية لا تختلف بين السعودية عن سلطنة عمان، نفس العادات والتقاليد الموجودة عندكم هي نفس العادات والتقاليد الموجودة عندنا. طبعا ما يميزنا ربما أكثر اللي هي خصوصية العائلة العمانية، أنها تجتمع في بيت الوالد الكبير، جميع الأسرة، الأخوان، الأخوات، أيضا الأصدقاء بعض الأحيان، العزائم أيضا تكون حاضرة، طبعا مختلف المأكولات. ما يميز المملكة العربية السعودية أيضا هي كرم الضيافة، خاصة لزوار بيت الله الحرام. طبعا هذه لا غريبة عليكم، حكومة وشعب تمتازون بهذه الصفات مثل ما يمتاز بها أيضا الخليجيين الآخرين. بلا شك بلا شك، شكرا جزيلا لك، نتمنى لكم طيبة الإقامة هنا. شكرا، بارك الله فيكم، شكرا لهذه الاستضافة. بهذه المشاعر الطيبة المباركة في هذه الليالي الكريمة نختم لقاءاتنا هذا المساء، إلى الملتقى بإذن الله تعالى في لقاءة أخرى بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.